نوعية ولا تشتغل على كذلك على مواضيع متنوعة. نتمنى أن نستفيد من عرض الأستاذ السي سعيد بكولو والأستاذة بسمة عقبي، كذلك سنطلع الحاضرات والحاضرين ضيوفنا الكرام على تجربة العيادة القانونية للنظر التي سيقدمها الأستاذ محمد المحمدي. مرة أخرى أحب بجميع الحاضرات والحاضرين وأتمنى أن تكون هذه المائدة مستديرة مناسبة للعمل المشترك، كذلك مناسبة للتفكير في تشبيك العمل بين العيادات القانونية من أجل المزيد من العطاء في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الجامعية، وكذلك نشر وإثراء ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا عموما. مرة أخرى مرحبا بالجميع وشكرا لكم. رئيس منتدى الأموال للمواطنة الوطنية على هذه الكلمة المقتضبة والتي حاولت إعطاء تقدير عام لهذه العيادة القانونية ومختلف محاور هذه الندوة. إذا ننتقل مباشرة إلى محاور الأساس الكبرى لهذه الندوة، وحتى لا نضيع على أنفسنا الاستفادة من عرض الأستاذ السعدي الذي عرض على مستوى فيديو البروجيكتور وهناك عرض فني، لذلك حتى لا تضيع علينا فرصة من أجل الاطلاع على هذا العرض القيم. ربما سوف نحدث تغييرا بسيطا في البرنامج لتكون لنا المداخلة الأولى مع الأستاذ الفاضل محمد العيساوي.